صور للاستعدادات الأخيرة لفرقة الطيران البهلواني التابعة للقوات المسلحة الملكية الجوية المسيرة الخضراء قبل أن تنطلق صوب شاطئ عين ذياب لتشارك الشعب المغربي في احتفالات الذكرى 14 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. بهذه المناسبة سرب طيران المغربي التابع للقوات الملكية الجوية تشارك باستعراض جوي بشاطئ عين دياب للدار البيضاء، ليكون في علم المشاهدين إن الفريق مسجل في كتاب غينيس للأرقام القياسية منذ 1986. الربابنة السبع قدموا لوحات ضمت على مدى 20 دقيقة حركات التفافية متقاطعة صعبة وجد متقنة، منها الفردية وأخرى جماعية، نالت إعجاب كل من حج لمشاهدة العروض الجوية خلال يومها الثاني. احنا كنباركوا لسيدنا بمناسبة عيد العرش المجيد، على ما كنسمع ان هاد لامارش فيرت هي مقيدة في كتاب غينيس. جيت البارح وجيت اليوم، وكون كان غدا نجي غدا ان شاء الله. كاينين دي موفمون ديال لي زافي كيديروا دي موفمون زعما بيزار، يعني كي حتى كيجيو كيبغيو يتكولاو لي زافيون مع بعضياتهم، وابخي كي تي ديفيرون ديال ديفيرونس ديال لو نيفو. شفت اصلا في البارح في العشيه وعجبني واحد المنظر مزيان بزاف، جيت انا وشي عائله ديالي وتمنيت ديما هذا الشيء يتعاود كل عام هنايا. منظر رائع بكل صراحه ديال هاد الطائرات وهاد النظام ديالهم وهاد السير باش كيمشيو، وهذا تيجعل المغاربه يفتخروا اكثر. وبهذه المناسبه تنبغي نهني جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة هذا العيد السعيد، عيد العرش المجيد. جيت أنا وعمتي وولد خالي الدري الصغير، عجبوني بزاف الطائرات اللي داروا، عرض زعما كان مزيان. جيت من الرباط وجات معايا ماما وبابا، جينا باش نشوفوا هالطيران وعجبني بزاف، خاص هذاك الطيار اللي قطع الموطور هذاك واجبني بزاف وعجبني كل شيء فيه. مشاهد فنية أتت احتفاء بالذكرى 14 لعيد العرش المجيد قدمتها فرقة المسيرة الخضراء ذات الصيت العالمي، والمسجلة عدد من لوحاتها الفنية في كتاب الأرقام القياسية غينيس.